الشاطر يلي هو بالأحد الثاني من الثريودي يلي حطته الكنيسة كمان بهدف إنه تعلمنا إنه نحن شو ما كانت حياة العايشين من خطايا أو ذنوب بدنا نكون واثقين إنه الرب بمجرد ما نحن نقرر إنه نرجع لأحضانه هو بده يكون ناطرنا وعم بيستقبلنا بفرح. التركيز على الابن الصغير لأنه الحقيقة أحداث المثل كله بتدور عن الابن الصغير، إذا نستعرضها كلها كلها بتحكي عنه من وقت ما أجا عن بيه وقرر إنه يورثه وعايش وقال له أنا بدي حصتي من الميراث ويبعد عنه ويعيش على كيفه. كان يفكر حاله إنه كل ما بعد عن بيه كل ما بيتحرر، لا العكس، لأنه كل ما عم يبعد عن بيه كل ما عم بيصير عبد أكثر لأهوائه وملذاته. وقت قرر يرجع هو هالقرار أخده بعد ما عرف الحياة اللي عايش فيها، بعد ما شاف قديش حياته وسخة بعيد عن ربه قرر يرجع لعن بيه. مشان هيك حقيقة المثل بيدور كله عنه لحتى نشوف منظر البي ناطر ابنه مستقبله بفرح وعم بيدعي ليلبسوا أحلى ثياب والحذاء والخاتم بإيده ويعملوا له عرس كتير كبير. الكبير كمان منقول شو مشكلته مع بيو، هو كان عايش مع بيو عايش وقت كتير طويل مثل ما هو بيقول له أنا كنت عم بخدمك، أنا كنت عم بعمل كل شيء أنت بتطلبه مني، بس ليش ما منركز عليه منركز على الصغير مع أنه هو كمان عنده مشكلة كتير كبيرة. منركز عليه لأنه مثل ما قلت لأنه الأحداث كلها بتدور على الابن الصغير. بآخر المثل الابن الكبير ببين بيشبه الفريسة أو بمثل الفريسة والعشار. تخيل إنه الكبير واقف قدام بيو وعم بيعدد له شو عم بيعمل، كيف عايش ضمن الوصايا، أنا عم بعمل هيك أنا عم بعمل هيك ورغم كل شيء أنت ما كافأتني. بيو في الآية بتقول طلع لعنده وصار يتوسله ليفوت. البي أخذ بادرة إنه يطلع هو لعنده ويتوسلوا انه ما يحرم حاله من هالفرح الكبير يلي عم بيعيشه بعودة خيو يلي كان ميت وعاش، ما بده اياه يحرم حاله من هالفرحة. وقال له شغلة كتير مهمة، قال له كل شيء لألي هو لألك، يعني انت ليش عادت حالك عبد؟ الابن الكبير كانت مشكلته انه هو يفكر حاله عبد بعلاقته مع بيه، كان عم يخدمه ما كان عم بيشاركه بكل شيء لألو. مشان هيك حس بالغيرة وبالحسد وحس انه كأنه ربنا ما كفأه عن واجبات عم بيعملها تجاهه. بيو ما كان بده واجبات، بده عيشة يعيشها بفرح هو وياه. بهالمثل الحقيقة في صفات عن الأب يلي هو الأب عطانا اياه أو برزلنا اياه يلي هي المحبة الكبيرة بمجرد ما طلب الصغير ميراثه أبوه عطاه بلا ما يتردد، هي بتدل على محبة كتير كبيرة، عن الانتظار لأنه يعود ابنه، عن الفرح وقت عاد بتوبته برجعته للحياة. لا توصل للكبير ما توصل للصغير. بتصور الكبير كان بده يدوق من هالحنان لحتى يقدر ينتقل من العبودية، من حالة العبودية اللي كان هو فيها لحالة البنوة، لحتى يقدر يصحح علاقته ببيه. بآخر المثل ما بنعرف إذا الابن الكبير فات على بيت بيه، يعني رجع على أحضان بيه ولا لا. كمان الواحد بيتساءل ليه البي ما توصل الابن الصغير مثل ما توصل الابن الكبير؟ يمكن لأنه الابن الصغير كان مبين من طلبه انه هو ياخذ قراره، وربنا عاطي الحريه للكل، ما في يجبرنا نضل معه، بده ايانا نضل معه بحريتنا، وبحكي كل واحد منا بطريقته لانه بيعرفنا احنا اشخاص مميزين، بيعاملنا كل واحد بالطريقه يلي بتناسبنا. سال الإصحاح 27 الآية 11 آية بتقول إنه يا ابني كن حكيما وفرح قلبي، يعني يلي بفرح قلب الرب هو إنه نكون حكماء. الله يعطينا من نعمته من عنده إنه نكون حكماء،
ونختار الحياة يلي معه ونعرف نتشبه فيه.